انا اسف بس انا بصراحه انا اكتر حاجه كنت محتاج اسمع صوت حد يوميها بعد الماتش ده كان صوت بابا بصراحه. مش عارف ليه انا كنت محتاج اسمع صوت بابا بعد الماتش ده ما خلص. مش عارف ليه اكتر ممكن عشان ماما دايما بتبقى معانا في الماتشات بس بابا بالذات علشان كنت حاسس ان ان لحظه تاريخيه ان دي لحظه يعني بابا اكتر واحد يقدر يحس بيها فينا. انا حسيت بكده فحسيت ان انا كنت نفسي اسمع صوت انا كنت مبسوط ان سمعت صوت بابا بعد الماتش وكنت كنت حسيته اللي هو فخور ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. بس ف فخور بيكم انتوا الاثنين يعني هو عنده احساس دي حقيقة والحقيقه لازم ابقى فخور بيكم انتوا الاثنين. دخنا اللي من بعيد فخورين بيكم انتوا الاثنين وحابين قد كده حاله الحب والمنافسه اللي حاصله اللي هي صعبه عليكم بس قد ايه هي بتدي اشارات حلوه جدا لكل الناس محمد ومروان.